اليوم انجزنا في مجلس الامه مشروع لجنه تحسين بيئه الاعمال ورعايه قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه وهذه اللجنه يعني الحمد لله انا سعيت فيها بشكل كبير تبنينا هذه اللجنه و والحمد لله شكرا للاخوه الزملاء آه وافقوا وتمت الموافقه على هذه اللجنه، هذه اللجنه راح يكون لها دور كبير في المرحله القادمه لان هناك اختصاصات كثيره آه تدخل من ضمنها وان كانت في هناك امور اساسيه ما زالت راح تكون في بقيه اللجان ولكن هذه اللجنه من شانها آه الربط بين جميع اللجان وتحسين بيئه الاعمال ودعم القطاع المشروعات المتوسطه والصغيره. وان شاء الله راح يكون في الفتره القادمه هناك عمل على هذه اللجنه وان كنت انا ليس ماني عضو فيها ولكن راح احرص اني راح اكون متواجد فيها وراح اتابعها بالشق التشريعي وايضا الشق الرقابي. وراح حرص مع الاخوان في اللجنه على التعاون على انجاز امور كثيره وايضا في اطار اخر تقدمت البارحه في قانون لتنظيم القضاء وهذا القانون اعتقد ان السلطه القضائيه الاخوه في السلطه القضائيه يحتاجون منذ فتره طويله وان كان هناك بعض القوانين التي تقدم تم تقديمها في في المجلس السابق ولكن هذا القانون ياتي مكملا عليهم وياتي في اضافات اخرى غير موجوده في القوانين السابقه وايضا سعدت وتشرفت في يعني مقابلة أخوة كثيرين في أعضاء السلطة القضائية الذين اطلعوا على هذا القانون ويعني تم الاستحسان من, من السلطة القضائية بخصوص هذا القانون وهذا ما تقدمنا فيه البارحة واتمنى أن يكون الأخوة في اللجان المختصة التشريعية وبغية اللجان أن يعطونا صفة الاستعجال لما هذا القانون من أهمية وشكراً